بالنسبة للإقبال خويا، راه الإقبال المهم الحمد لله هذا العام راه واخا بحال العام اللي فات، كاين الإقبال ماشي ما كاينش، وكنتمناو دوز هاد العواشر بخير وعلى خير، ونتمناو الخير. أثمنة أثمنة مناسبة، طايحة السلع والله إلا طايحة السلع، كاين أثمنة جد مناسبة، يعني الثمن ديال العام اللي فات ماشي هو الثمن ديال هاد العام، هاد العام راه طايح السلع، الثوب موجود، الخياطة موجودين، الجمالة بغاو يفكوا السلع، الحمد لله. لا كلشي غادي عيد، كلشي غادي معيد، الدرويش معيد، الدراويش كاع معيدين. نتمناو عيد مبارك سعيد لجميع المغاربة وداخل الوطن وخارج الوطن، نتمناو الخير إن شاء الله، ديما ديما الخير. بالمناسبة ديال هاد العشر الأواخر، حنا مقبلين إن شاء الله بإذن الله على اللباس التقليدي المغربي وعلى الزي المغربي، وحنا باقي متشبتين الحمد لله بهاد التراث هذا، وباقي إن شاء الله باقي الحمد لله تنصحوا بها وليداتنا وتاخوتنا الصغار باش يبقاو متشبتين بهذا التراث هذا. بالنسبه دابا للوليدات الصغار كاين اللباس العصري، هنا كما تشوف اللباس العصري فيه جبادور، فيه هذا، فيه كاين اقبال الحمد لله، واقبال كبير، والناس باقي متشبتين بهذا التراث هذا، ونتمناو من الله تعالى يزيد القدام ما يحبش. بالنسبه للمناسبه ديال العيد تكون اقبال كبير مزيان ماشي عشوائيه، مزيان بالنسبه للعام كله، يعني تيكون واحد الاقبال مزيان بزاف بالنسبه للشباب والكبار والصغار وكل شيء، تبارك الله تيجي قبل تيجي تيبغي تشد لباس تقليدي. اللباس تيكون تقليدي كاين الجلابه الفوقيه البلغه الجابادور، يعني كاع الشيد البلغه العيالات النساء كل شيء، كاع اي حاجه اللي عشقها شي واحد شي حاجه تيجي تيقول لك اعطيني هذه اللباسه، وتيبغي داك الشيء اللي عشقها هو لبسها في العيد راه تيجي تلقاها الحمد لله موجوده. كان الاثمنه مناسبه والاقبال مزيان، حاولوا باش الناس كل شيء يعيد بخير وعلى خير، والحمد لله باش اللباس التقليدي هو ينتشر بواحد واحد البرسنتاج كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تشجع الناس مزيان تندير واحد الاثمنه اللي جا الحمد لله تيمشي تيدي مع اللبسه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.